ما هي كيفية أداء العمرة بالتفصيل؟ تعرف العمرة في الاصطلاح الشرعي بأنها عبادة لله تقوم على عدة أركان لا بد من إتيانها، وتترتب على العمرة الكثير من الفضائل يذكر منها مغفرة الله تعالى للمعتمر الذي لا يرتكب المعاصي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. والنص يشمل الحج والعمرة على حد سواء، كما يكفر الله على المعتمر الذنوب بين العمرتين وينفي عنه الفقر ويستجيب له دعاؤه. ومن الأحاديث التي بيّنت ذلك قول النبي: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. كما أن العمرة بالنسبة للنساء بمقام الجهاد للرجال، لحديث النبي الذي سألته فيه عائشة رضي الله عنها عن جهاد النساء فأجابها: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والمعتمر يعد زائرا لله تعالى، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: وفد الله ثلاثة، الحاج والمعتمر والغازي. ويشهد الحجر الأسود يوم القيامة لمن طاف بالبيت واستلمه، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: والله ليبعثه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. وكل تلك الفضائل لا تتحقق إلا لمن ذهب للعمرة مخلصا نيته وعمله لله سائرا على نهج النبي عليه السلام في أدائها. إن للعمرة أركان لا بد من تحقيقها والقيام بها، إلا أن علماء المذاهب الفقهية الأربعة اختلفوا في تحديدها، مع اتفاقهم بأن الإحرام يقدم على جميع الأعمال، وفيما يأتي بيان ذلك الخلاف. القول الأول: ذهب المالكية والحنابلة إلى القول بأن للعمرة ثلاث أركان، وهي الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة. القول الثاني: ذهب الشافعية إلى القول بأن العمرة قائمة على خمسة أركان، وهي الإحرام والطواف والسعي وحلق أو تقصير الشعر والترتيب بين الأركان. القول الثالث: ذهب الحنفية إلى اعتبار أن للعمرة ركنا واحدا يتمثل بالإتيان بأربعة أشواط فأكثر من الطواف، واعتبروا أن الإحرام للعمرة شرطا لها، أما السعي بين الصفا والمروة والتحلل من الإحرام فمن الواجبات. الإحرام: يعرف الإحرام بأنه نية الدخول في العمرة، ويسن للمعتمر التلبية حين الإحرام عند الجمهور من العلماء، بخلاف الحنفية الذين ذهبوا إلى القول بأن التلبية شرط وتكون بقول لبيك اللهم لبيك. وللإحرام شروط ومحظورات ومستحبات فيما يأتي بيانها. شروط الإحرام: يشترط لصحة الإحرام الإسلام والنية. مستحبات الإحرام: يسن للاستعداد للإحرام بالعمرة الاغتسال بأي كيفية كانت، وقص الشارب والأظافر، والأخذ من شعر الإبط. كما يسن التطيب في البدن فقط دون أن يمس الطيب شيئا من الثوب. ويسن أيضا لبس ملابس الإحرام، وهي الإزار والرداء، والأفضل أن يكونا أبيضين جديدين مغسولين. كما يسن لبس النعل، وصلاة ركعتين بنية سنة الإحرام. ويسن للرجل رفع صوته بالتلبية، أما المرأة فتخفض صوتها بها مع الاستمرار بها إلى حين البدء بالطواف. ويجوز للمحرم خلع ملابس الإحرام أو تغييرها، أما المرأة فيجوز لها لبس ما شاءت من الثياب. محظورات الإحرام: حرم الإسلام على المعتمر بعد إحرامه فعل بعض الأمور المباحة عادة، وهي ما تسمى بمحظورات الإحرام. وهذه المحظورات منها ما هو خاص بالرجال، ومنها ما هو متعلق بالنساء، ومنها ما هو مشترك بينهما، وبيانها فيما يأتي. المحظورات المشتركة بين النساء والرجال هي حلق الشعر أو نتفه أو قصه، مس الطيب فيحرم على المحرم وضع العطر على بدنه أو على ملابس الإحرام. عقد النكاح فلا يجوز للمحرم أن يبرم عقد الزواج لنفسه أو لغيره وكالة. قتل صيد البر أو الإعانة على صيده، أما صيد البحر فيجوز. المباشرة سواء كانت باللمس أو التقبيل بشهوة وكذلك بالجماع. أما المحظورات الخاصة بالرجال فهي تغطية الرأس أو بعضه إلا لعذر، وأما الاستدلال بشيء كالمظلة فإنه جائز. لبس المخيط والمحيط، وهو اللباس المعتاد كالقميص والإزار والخف الذي يغطي الكعبين.
أما المحظورات الخاصة بالنساء وهي لبس النقاب أو البرقع أو القفازين، ويجوز للمرأة إنزال شيء على وجهها إلا يراها الأجانب حتى وإن مس وجهها عند المالكية والحنابلة. أما الحنفية والشافعية فقد اشترطوا عدم ملامسة الشيء الساتر لوجهها لحديث النبي: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. أما من ارتكب محظورا من المحظورات السابقة وكان عالما بالحرمة متعمدا الفعل مختارا غير مكره، تجب عليه كفارة بحسب المحظور المرتكب المبين فيما يأتي. كفارة المحظورات المتعلقة بالبدن: اللباس، إذا كان المحظور بلبس شيء من المخيط والمحيط نهارا كاملا أو تغطية الرأس أو الوجه، وجب على المحرم دم عند الحنفية، وإن كان ارتكب المحظور لأقل من يوم فعليه صدقة. ويرى الشافعي وأحمد أن عليه الفدية بمجرد اللبس، بينما يرى المالكية أن الفدية لا تجب على من لبس شيئا إلا إذا وقاه من حر أو برد، وإلا فلا شيء عليه. كفارة حظر محظور التطيب: فرق الحنفية بين التطيب في البدن أو الثوب، فقالوا: من طيب بدنه كاملا أو عضوا كاملا وجبت عليه شاة، إن كان التطيب في نفس الوقت وإن اختلف فلكل طيب كفارة، وإن كان الطيب في أقل من عضو فعليه صدقة، وأما من تطيب في ثوبه فعليه دم بشرط أن يكون الطيب كثيرا ومستمرا لمدة يوم أو ليلة، فإذا اختل أحد هذه الشروط فعليه صدقة، في حين يرى جمهور الفقهاء الفدية بمجرد التطيب ولم يقيدوه بشيء. كفارة تقليم الأظافر: ذهب الحنفية إلى أن من قلم جميع أظافره في وقت واحد تجب عليه شاة، وإن قص أظافره في أوقات متفرقة تجب عليه صدقة لكل ظفر. وأما المالكية فذهبوا إلى أن من قلم ظفرا واحدا دون معنى كالترفيه والعبث فيجب عليه التصدق بالطعام، وإن قص ظفرين في مجلس واحد فعليه فدية. وأما الشافعية والحنابلة فقالوا بأن الفدية تجب بقص 3 أظافر وأكثر في مجلس واحد. كفارة إزالة الشعر: ذهب الحنفية إلى أن الفدية تجب على المحرم الذي يحلق ربع رأسه فأكثر، وذلك لأن الربع يقوم مقام الكل، وأقل من ذلك فيه صدقة، بينما فرق المالكية بين القصد وعدمه فقالوا: من حلق دون قصد إزالة الأذى فعليه صدقة، وإن كان قاصدا فعليه الفدية. أما إن بلغ الحلق 12 شعرة فيجب فيهن الفدية بأي حال. وكفارة المحظورات المتعلقة بالبدن على التخيير: إما بذبح شاة أو التصدق ب3 آصع على 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وذهب الشافعي وأحمد إلى القول بوجوب الفدية بحلق 3 شعرات أو الرأس بكامله إن اتحد الزمان والمكان. كفارة قتل الصيد: اتفق الفقهاء على أن من قتل الصيد خطأ فعليه فدية كالمعتقد، والكفارة تكون بذبح حيوان مثل الحيوان الذي اصطاده أو بشبيهته، والتصدق به على مساكين الحرم، أو إطعام مساكين في مكان الصيد بقيمة الحيوان، أو أن يصوم عن كل مد يوما، وذلك إن كان الحيوان له مثيلا، وإن لم يكن فيجيب أداء قيمته بشراء طعام والتصدق به على مساكين الحرم أو صيام يوم عن كل مد من الطعام. كفارة الجماع ومقدماته: قال الحنفية بفساد العمرة بالجماع إن كان قبل الطواف، وقال المالكية بالفساد بسبب الجماع إن كان قبل السعي، وقال كل من الشافعية والحنابلة بالفساد إن كان الجماع قبل التحلل من العمرة، ويجب عليه عند الحنفية والحنابلة شاة، وعند الشافعية والمالكية بقرة، كما اختلف الفقهاء في المقدمات المباشرة المؤدية إلى الجماع كاللمس بشهوة والمباشرة من غير جماع، فيجب عليه في هذه الحالة الهدي. وأما المقدمات البعيدة كالنظر والفكر بشهوة فذهب الحنفية والشافعية أن لا شيء عليه، والحنابلة كذلك في الفكر فقط. وقال المالكية بالفساد إن نزل المني لذة، أما النظر لدى الحنابلة فيجب فيه الهدي إن أدى إلى نزول المني. ما هي مواقيت العمرة؟ المواقيت المكانية، وهي الأماكن التي لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة تجاوزها إلا وهو محرم، وهي 5
قد حددها النبي صلى الله عليه وسلم بقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة. قال: سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأهل اليمن يلملموا. وورد أن النبي وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذه الأسماء كانت على زمن النبي وقد تغيرت إلى أسماء أخرى، فذو الحليفة يسمى الآن أبيار علي، وقرن المنازل يسمى السيل، ويلملم يسمى السعدية، وذات عرق يسمى الضربة، وما لم يذكره النبي من البلاد يكون ميقات أهلها الميقات الذي يمر به في طريقهم أو ما يحاذيه. المواقيت الزمنية: تختلف العمرة عن الحج في المواقيت الزمنية، فالحج لا يجوز الإتيان به إلا في أوقات محددة، أما العمرة فيجوز أداؤها في جميع أيام السنة، ويستثنى من ذلك الحاج في أيام التشريق، إذ لا يجوز له الإحرام بالعمرة. أما الأوقات التي حثت الشريعة على أداء العمرة فيها فهي أشهر الحج والأشهر الحرم وشهر رمضان، فهذه الأوقات وردت الأدلة على مضاعفة الأجور فيها، ويجوز تكرارها في السنة الواحدة أكثر من مرة. ثانيا، الطواف. يعرف الطواف بأنه الدوران حول الكعبة، وقد بيّن العلماء الشروط والسنن المتعلقة بالطواف. شروطه أن يكون بسبعة أشواط، فإن كان أقل من ذلك فلا يصح وتجب الإعادة، وأن تكون الكعبة إلى اليسار، وأن يبدأ الشوط من الحجر الأسود وينتهي عنده، وأن يكون داخل المسجد وخارج الكعبة. وتعد النية شرط لصحة العبادات، النية شرط لصحة العبادات، فلو قصد المعتمر بنيته غير الطواف لم يصح، ويشترط عليه ستر العورة والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر وطهارة المكان والثوب. من سنن الطواف استقبال الحجر الأسود في بداية الطواف وتقبيله بقدر الاستطاعة، وقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد. ويسن استلام الركن اليماني دون تقبيله والإسراع في الأشواط الثلاثة الأولى، وهو ما يسمى بالرمل، كما يسن على الرجل الاضطباع. ويسن في الطواف الدعاء بما شاء العبد من الأدعية، ويسن له بعد الانتهاء من الطواف أن يصلي ركعتين خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام، فإن لم يستطع جاز له الصلاة في أي مكان في المسجد، يقرأ فيهما بسورة الكافرون بالركعة الأولى وسورة الإخلاص بالثانية بعد قراءة الفاتحة. ثالثا، السعي بين الصفا والمروة، وهو الإسراع في المشي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وهو ركن من أركان العمرة، ويدل عليه قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويبدأ الشوط من الصفا وينتهي بالمروة، ويكون بالمشي العادي، ويسن للرجل الإسراع بين العلمين الأخضرين، ويدعو بما شاء من الأدعية، ويسن للرجل الصعود على الصفا والمروة بقدر رؤية الكعبة. أما المرأة فلا يسن لها ذلك، ويشترط أن يكون السعي بعد طواف صحيح. الحلق أو التقصير، وهو حلق شعر الرأس أو الأخذ من طوله، والحلق أفضل من التقصير، لقول النبي: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، فقالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. وورد عن بعض الفقهاء جواز الاكتفاء بالشعر الخارج عن حد الرأس، واختلف الفقهاء في الحد المجزأ في الحلق أو التقصير، وذهبوا في ذلك إلى عدة أقوال بيانها فيما يأتي. الرأي الأول: ذهب كل من المالكية والحنابلة إلى القول بوجوب حلق أو تقصير جميع شعر الرأس، ولا يصح الاقتصار على بعضه. الرأي الثاني: ذهب الحنفية إلى لزوم حلق أو تقصير ربع الرأس أو أكثر، أما الأقل من ذلك فلا يجزأ. الرأي الثالث: قال الشافعية بأن الحلق أو التقصير يتحقق بثلاث شعرات أو أكثر. شروط العمرة: لابد من توفر عدة شروط في من يرغب بأداء العمرة، منها الإسلام والحرية فلا تجب على المملوك، العقل فلا تجب على المجنون قياسا على سائر العبادات، البلوغ فلا تجب على الصبي حتى يبلغ،
الاستطاعة والقدرة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجود المحرم بالنسبة للمرأة، فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم.